هبتدي الاول بالسلمون المدخن الفطاير. المكونات: سلمون مدخن، بقسماط، كرفس، مستردة، مرقة، ليمون، بيض، بصل، وطبعا هستعمل ملح وفلفل وزيت للتحمير. هجهز الكبة او الخلاط، هاخد المكونات كلها. الحاجة الوحيدة اللي هعملها بس ان انا هقطع الايه البصل تقطيع صغيرة علشان اساعد الكبة مش اكتر. يعني ناخد نص بصل هقطع حتى تلات وحدات كده. خلي بالنا بقى السلمون المدخن ده حادق، فهيبقى الملح نخلي بالنا من الملح كويس قوي، والكرفس برضو حاجات كده ايه علشان نساعد الخلاط. ليمون، ليمونه واحده، وكمان هحط مرقه عشان تدي طعم، فهيبقى الملح يدوب حاجه بسيطه خالص. مستردة، هناخد واحد بيضة، وطبعا البقسماط معايا. لو لقيت ان السايبة يعني العجينة اللي انا بعملها ثابت هحط عليها بقسماط عشان امسكها، بس يدوب معلقة ملح كده سنة صغيرة عشان تظبط الطعم، وفلفل اسود، وطبعا في زيت على النار علشان هحمر. اي حاجة بنعملها هتتحمر، بنعملها زي برجر او زي كفتة او اي حاجة، يفضل قوي ان احنا نخليها في التلاجة فترة، نص ساعة او فريزر ربع ساعة او تلت ساعة، علشان بس تمسك نفسها واحنا بنقليها في النار. الزيت سخن تمام، وهياخد زيت زيتون معلقتين، وبعدين هضرب واشوف القوام عامل ازاي. لو القوام مظبوط خلاص، لو لقيته سايب هزود بقسماط، لو لقيته مسك نفسه قوي هزود زيت او ممكن مية، هشوف بس الوضع عامل ازاي. افتح كده واشوف بشوكة او حاجة. سايب شوية، انا هحط شوية من البقسماط علشان علشان يمسك، لان انا مش هقدر احطهم في التلاجة دلوقتي ونستنى لحد لما يطلع. احط بس معلقة كبيرة بقسماط، وهنضرب كده ضربة خفيفة كمان. شيل دي. ناخد بقى طبعا الشكل اللي حضراتكم تحبوه، انا اعملها زي البرجر كده. بصوا هي هتلاقوها سايبة دلوقتي عشان ما تحطتش في التلاجة، انا عامل طبعا مجهزهم قبل كده، بس حوالي حضراتكم واحدة على طول. احط عليها شوية من البقسماط، معلش بقى الهواء بيطير كل حاجة. نرص الاربع خمس وحدات اللي هنعملهم وندخلهم التلاجة او الفريزر لحد لما يمسكوا نفسهم. انا هحط دي قدام حضراتكم كده دلوقتي.